خلونا نتكلم عن إنجاز كبير قوي حققه أبطال وبطلات مصر في بطولة العالم لسباحة الزعانف، كانت في إيطاليا، واللي قدروا انهم يحصدوا فيها على 18 ميدالية متنوعة. كمان تصدر أبطال مصر ذهبية أساتذة العالم في البطولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة. معانا على الهاتف الأستاذ سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص، نعرف منه كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر، وانا بشكركم طبعا على اللقاء الجميل دوت. الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني نفهم تفاصيل اكتر الميداليات دي والمراكز اللي حصدها ابطال مصر في بطوله العالم لسباحه الزعانف بايطاليا. طبعا هي الحمد لله البطوله احنا بنخطط لها من مده، بطوله العالم للسباحه بالزعانف مياه مفتوحه ومسافات طويله. البطوله للمراحل السنيه الناشئين والكبار والاساتذه. لو هنقول، لو حضرتك نولتي كده وبشكرك طبعا، ان احنا الحمد لله حققنا على 18 ميداليه متنوعه في المراحل السنيه كلها اللي احنا شاركنا فيها. يمكن الذهب عندنا 7 ذهب، الفضه عندنا 6 فضه، البرونز عندنا 5. العدد ده الحمد لله خلانا متصدرين قائمه الميداليات. على الرغم البطوله طبعا بتبقى في اوروبا، ويمكن احنا قبل كده شاركنا كانت في كولومبيا العام الماضي. في بعض الدول بتبقى عددها قليله، كولومبيا بعيده، انما اوروبا وفي نص العالم فعدد المشاركين كان كبير جدا، ابطال العالم كلهم موجودين. احنا بنتكلم اول وثاني عالم بنات مصريات، صح؟ يعني سلمى رمضان وملك ملك شريف. ده بالنسبه لمرحله الناشئين. كانت سلمى رمضان وملك شريف في سباق 5 كيلو، طلعت سلمى الاولى وملك الثانيه، وتبادلوا المراكز في سباق 1 كيلو. طبعا ده سبرنت جدا، سباق سريع جدا. ملك طلعت ملك شريف الاولى وسلمى رمضان الثانيه. لو جينا قلنا على برضو الاولاد في نفس المرحله السنيه، عندنا حسن الدفراوي طلع الثاني في الخمسة كيلو، وطلع الثالث في الواحد كيلو، ومازن رضا طلع الرابع وراه على طول. وده كانت بالنسبه لنا في الناشئين كانت نتيجه مرضيه جدا، لان السباقات الفرديه كلها حصلنا عليها، بالاضافه للتتابع الميكس او المختلط ولدين وبنتين، حصلنا على المركز الاول والميداليه الذهبيه بندى مجدي وملك شريف وحسن الدفراوي ومازن رضا، وده كان بالنسبه لي نتيجه مرضيه جدا. لو اتكلمنا على الكبار او المرحله اللي هي فوق 17 سنه، عندنا طبعا مروان العمراوي وهو بطل في السباحه الكلاسيك وموجود معانا طبعا بموافقه المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه، لان طبعا السباحه الكلاسيك بتبقى من غير زعانف، والسباحه بتاعتنا بتبقى بالزعانف، فاخذنا مروان العمراوي وكان عند حسن ظننا في مسابقات الكبار، وكانت المنافسه كبيره جدا، وحصل على المركز الثاني في سباق 3 كيلو والمركز الاول في سباق 1 كيلو، وكان من اقوى سباقات البطوله. لو هنتكلم على بقيه البنات، عندنا ندى مجدي في الخمسة كيلو طلعت المركز الثاني، دي في مسابقات الكبار بنات. على الرغم ان ندى سنها وعمرها 17 سنه، يعني تشارك من حقها تشارك في مرحله الناشئين، طلعت الثاني في السباقين سواء في ال 3 كيلو او ال 5 كيلو او الكيلو. كانت المفاجاه بالنسبه لنا غاده ورده عندها 15 سنه، واحنا كنا مسجلينها في مسابقات الكبار، لان طبعا احنا فوق نسافر باربع بنات، والاربع بنات اللي معانا كمصريات سنهم 17 اقل من 17 سنه، اللي هو يسمح لهم بالمشاركه في مسابقات الناشئين، ودي كانت مفاجاه بالنسبه للعالم ان احنا جايين ببنتين صغيرين وبنشارك فيهم في الكبار وحققنا بيهم مراكز. غاده في الخمسة كيلو طلعت المركز الثالث، وغاده في خدت مركز اول كمان في سباق 150 متر مونو، وكانت حديث العالم كله، كان اخر مسابقات البطوله. زي ما بتقولي حضرتك كده، ما كناش متوقعين غدا هتنزل مجرد مشاركه وطلعت او حصلت على المركز الاول. نعم، يعني في البدايه يا استاذ سامح خليني اقول لك الف الف مبروك، وبنتكلم على 18 ميداليه متنوعه، فده انجاز كبير وحقيقي، لكن بيقول لنا حاجه، ان مجرد ما بتاهل تاهيل سليم بتقدر على فعلا ان انت يعني تصنع المستحيل وتخلي العالم كله يتكلم على عظمه المصريين. عاوز اعرف بقى فتره التاهيل اللي اشتغلتم عليها علشان خاطر تطلعوا لنا الابطال دي في الاخر. فترة التأهيل زي ما حضرتك قلت مهمة جدا، احنا خلصنا بطولة الجمهورية واخترنا من العناصر بتاعتنا في شهر يونيو الماضي. في أول أغسطس بدأنا معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية. تمرين الصبح وبعد الظهر بحر وحمام سباحة عشان السرعات، طبعا بالإضافة للتمارين الأرضية والفتنس. التركيز في المعسكر هو اللي خلى الولاد وصلوا لمرحلة عالية جدا من اللياقة ومن السرعة، وبقينا مطمئنين، احنا رايحين الحمد لله مطمئنين
بس ما اكذبش عليك ما كناش متوقعين العدد ده كله، لان احنا العام الماضي في كولومبيا احنا حققنا 8 ميداليات بس، وكنا نتمنى ان احنا نبقى ماشيين على نفس المستوى. انما المعسكر اسكندريه فعلا زي حضرتك قلت، او التاهيل، معسكر التاهيلي او المعسكر المغلق عمل نتيجه كويسه جدا، ووصلنا لمرحله عاليه من السرعه واللياقه، والولاد بقوا واثقين من نفسهم جدا. والحمد لله الكلام ده حصل كمان بالنسبه لمسابقات الكبار او الاساتذه. خليني بس اقول لحضرتك كمان كان عندنا 4 اساتذه ابطال عالم سابقين موجودين معانا، عباره من سنه كبيره، حصلنا بيهم على ميداليات، 4 ميداليات، 3 ذهب وواحده برونز. هنقول الاول برونز، لان البرونز ده من بطل كان عالم عندنا كابتن فارس ابا زيد، حصل على الميداليه البرونز في مرحله من 45 سنه ل 49 سنه، حصل المركز الثالث. عندنا 3 ذهب، عندنا كابتن سيد باروكي حصل على ميداليتين ذهب في الكيلو وفي الثلاثه كيلو، وليد احمد فؤاد ابن نادي السيد القاهره طبعا، وده بطل كبير جدا، حصل على المركز الاول ايضا. الاربع ميداليات بتوع الاساتذه على ال 14 ميداليه بتوع ولادنا، وصلونا ال 18 ميداليه وخدنا العلامه الكامله الحمد لله. طب يعني ايه اكتر المنافسين اللي كانوا بيمثلوا يمكن صعوبه وكان متوقع ان هم يحصدوا مراكز اعلى من الدول الاخرى المشاركه؟ والله يعني عايز اقول ان الدوله المنظمه ايطاليا كانت عاليه جدا ومستواها عالي قوي، ومتمرنين في نفس مكان البطوله بقالهم مده واحنا متابعينهم طبعا، لانهم بينزلوا على الصفحه بتاعتهم. فرنسا والمانيا كانوا برضو، واليونان كانوا اكثر مراعين. المفاجاه بالنسبه لنا كانت كولومبيا كمان جايه بعدد كبير جدا، يمكن عشان هي اللي نظمت البطوله الماضيه، انما كان جايين مركزين قوي. فكانت طب بصراحه يعني كنا متوقعين الميداليات دي من يعني السباحين المصريين؟ كنت في الاول كنت متوقع ده منهم؟ احنا رايحين نحافظ على نفس مستوى كولومبيا، 8 ميداليات وصلنا 9، يعني نزلنا 7 اقل، انما 14 ميداليه في مسابقات الكبار والصغيرين كان بالنسبه لنا حاجه جميله جدا وفرحه غامره. انما قلنا زي ما حضرتك قلتوا كده ونويتوا الاستاذ احمد نوه كده، هو المعسكر التاهيلي والمعسكر المغلق فعلا وصلنا المستوى ان احنا نقدر ننافس ابطال العالم. نعم. طيب خلينا نتكلم ان رياضه زي رياضه السباحه بالزعانف يمكن مش واخده نصيب كبير من الشهره زي وليكن مثلا السباحه الحره. يعني ايه سبب عدم الاهتمام او عدم شهره هذا النوع من الرياضه تحديدا، وايه الدعم اللي انتوا عاوزينه؟ هنقول السباحه الحره اللي هو السباحه العاديه بتاعتنا، انا اولا انا بطل مصر في السباحه سابقا وكنت مصر كتير جدا. انما عايز اقول السباحه بالزعانف اولا لعبه ممتعه جدا. صحيح. فيها نوعين من الزعانف، الزعانف المزدوجه اللي هي الزعنفتين اللي احنا عارفينهم كلنا بنستعمله بالذات في الغوص، او الزعنفه الفرديه او الاحاديه اللي هي الزعنفه المونو، زعنفه واحده الولاد بيقوموا بيها بوسط دولفين او زي الدرفيل بالظبط كده، وبتدي سرعه عاليه جدا، مفيش استعمال ايد خالص، بتحتاج توافق عضلي عصبي. الولاد وكل الرياضيين بيحبوا الحاجه السريعه، بيسموها دلوقتي السباحه بالزعانف عندنا فورمولا الميه. الموضوع بقى مختلف جدا والسرعات عاليه قوي، فبالتالي وزي ما حضرتك قلت الادوات بتاعتنا كمان غاليه. صحيح. انما الحمد لله عندنا اقبال كبير جدا على ممارسه اللعبه، لان احنا يمكن احنا وصلنا في مصر في وقت قليل جدا للعالميه، والولاد بيبصوا لهذا الكلام عايزين. انا كان عندي ولاد وبنات اللي طالعين الثاني والثالث بيعيطوا عشان ما طلعوش الاول، عشان علم مصر اشول في النص والسلام الوطني يتعزف، لانه بيتعزف لصاحب المركز الاول. دي الوطنيه. بس خليني اسال حضرتك سريعا كده، يعني اخر سؤال، انا اسف على الاطاله على حضرتك، يعني عاوزين نعرف السن المثالي اللي لو انا عندي ابن او بنت عاوزه يلعب رياضه السباحه بالزعانف، ايه هو السن الامثل اللي يقدر يقدم ليه لابنه؟ السن الامثل السن الصغير 6 سنين يبدا يتعلم السباحه، مهم جدا، احنا بنقول السباحه بالزعانف. هيتعلم السباحه الاول ويبقى سباح بالنسبه لنا، يقدر ينضم لينا، لان دلوقتي بقى كل الانديه بقى فيها مدارس سباحه بالزعانف، يعني زي السباحه الكلاسيك او السباحه العاديه الحره. نعم. ما فيها مدارس سباحه وفيها مراكز براعم، بقى نفس الكلام السباحه بالزعانف بقى فيها نفس المستويات، بنبدا بمدارس سباحه ومراكز براعم، بقى يخش في المراحل السنيه او مرحله المنافسات وبيبدا يتدرج معانا. والنهارده عايز اقول لحضرتك الحمد لله يمكن لعبتنا واخده يعني اهتمام كبير جدا من انديه كتير وانديه كبيره،
لان طبعا زي ما قلت لحضرتك وصلنا للعالميه، وان الولاد النهارده كل اللي كانوا معايا السنه دي عندهم ثانويه عامه، عارف حضرتك الاسر المصريه واهتمامها وكل اولياء الامور، انا عايز ابني يطلع الاول يتاول، لان درجات الحافز الرياضي في الثانويه العامه بالنسبه لبطوله عالم بتختلف طبعا عن بقيه بطولات الجمهوريه او البطولات الاخرى. فالحمد لله رب العالمين نفضل على نفس المستوى ونكمل المسيره باذن الله ان شاء الله. يعني طبعا احنا بنبارك لحضرتك مره ثانيه كل الشكر ليك سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص.